يلا عشان خاطري يا سليم، عشان خاطري لقمة واحدة بس، انت لازم تاكل يا سليم. لسه برضه مش عايز ياكل؟ من ساعة ما جه هو تقريبا ما بياكلش خالص، انا خايفة لا يحصل له حاجة. الشر عليه. ارجوك يا ماما حاولي تاكلي، انا لازم انزل اجزخ انا اجيب له دواء. طب يا حبيبتي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي المعافي. يا حبيبي ايه يا سليم؟ يلا حبيبي يلا يا حبيب حماته، شوية صغيرنانة خالص كده. بص يا سلام عليك يا غادة. طيب في ايه يا بنتي؟ هو انت كل مرة تنسي المفتاح؟ هو انا وفاتك ورا الباب؟ بتستني شوية. في ايه يا غادة؟ فوق من جوال. استنى، ده هو رايح فين؟ استنى، انت مين حضرتك؟ سليم فواز موجود؟ ايوه موجود. دولت رايحين فين؟ يا استاذ انت مين؟ هلا، ما انت عايش اهو. ما جيتش في ميعادك ليه يا سليم؟ انت المفروض تجيني يوم التلات من كل اسبوع. انت عارف بقالك قد ايه ما جيتش؟ الراجل تعبان، كان هيجي لك ازاي يعني؟ اسكت انت خالص. المرة دي انا جيت لك بنفسي. المرة الجاية هبعت اللي يجيبك. يلا يا ابني ده. تين داهية داهية تاخدكم. إلهي ما ترجعوا تاني. ساتر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما حصلش حاجة حبيبي، ما حصلش حاجة. سليم، لا إله إلا الله. سليم، ما حصلش حاجة يا حبيبي. حبيبي 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 حبيبي. غدا من فضلك اسمعيني. عايز مني ايه؟ انا مش قلت لك ان انا مش عايز اشوف وشك تاني؟ يا غدا ارجوكي بقى، ارجوكي. سليم لسه عايش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله ما عارف، والله ما عارف حتى ازاي، بس هو ده اللي حصل. سليم لسه مكلمني دلوقتي في التليفون. سليم مات وانا استلمت جثته بايدي، ولا عايز تشوفها تاني؟ يا غدا من فضلك، انا بقول لك الكلام ده علشان عايز احميكي. وانا مش عايزاك تحميني ومش عايز اشوف وشك تاني، مفهوم؟ صاحبك صلاح قدامك نص ساعة. عارفة المكان اللي بتعالج سليم؟ سليم أصله كان تايه، ما كانش حاسس بحق. مين دي؟ أنا رانيا شاهين الصحفية، كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجات. وانا مش عايزه اتكلم مع حد، اتفضلي لو سمحتي. طبعا انا اسفه جدا. اتفضلي. شكرا جدا لوقت حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. سلام. شكرا. هي بنتي اللي عملتيه ما يصحش كده. انا كم مره قلت لك ان انا مش عايزه كل حاجه اعملها تطلع بره؟ ايوه دي كانت ايه؟ مليون مره قلت لك ان انا مش عايزه اقابل صحفيين مهما حاولوا او عملوا، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وطالما حصل ليه تعملي كده؟ اعمل ايه عشان اخليكي مره واحده تعملي اللي انا بطلبه منك؟ اعمل ايه عشان اخليكي تحسي بيا وتسمعي كلامي؟ ابوس ايدك يا شيخه ترحميني. يا بنتي انا عايزه اساعدك. كتر خيرك يا ستي، متشكره قوي.
ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ارحم نفسك شويه، انت لسه فيها. اهدى بقى، اهدى وتعال نفكر براحه كده وباذن الله هنحلها. انت مش قلت لي ان ايهاب دوت في حد اتصل بيه وقال له ان مراته عملت حادثه ودخلت المستشفى وتقريبا بعته على طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي؟ ده اللي حمزه قاله. خلاص، طب ما حلو قوي اهو، يبقى لازم سعادتك بقى تجيب بيان بكل الارقام اللي اتصلت بيه قبل قتله وتحديدا اخر اسم اتصل بيه، وعلى الاقل كده يبقى معاه خيط تبتدي منه. ايه ده؟ ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ ايه ده؟ انا زي ما جاش في دماغي اللي انت بتقوله ده. عشان انت مركز مع حمزه زياده على اللزوم، خرجه من دماغك يا بهاء عشان تعرف تشتغل. عشان خاطري ما تعبتش كده.